سلام فاميلا، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، هذا نهار جديد وفيديو جديد. اكيد بحال ديما كنبغي نشارك معكم هكا شي حويجات اللي تستافدوا منهم في هذا الفيديو. هذا ان شاء الله غادي تشوفوا مول البال اللي كنت لكم، وتشوفوا كذلك الجديد اللي جاب، غادي تشوفوا كذلك هذه الجمعيه اللي غادي نشارك معكم دابا. بزاف منكم البنات طلبوا مني نشارك معهم مدرسه اللي كتختص هكا بتعليم الطبخ، لا الطبخ ولا لا باتيسري. فاليوم جبت لكم معايا لهذا المركز، هذا مركز التربيه والتكوين ديال امسرنات، راه كاين حتى سبيطار العزيب، راه صورت لكم الطريق ان شاء الله نشارك معكم كل شيء. بالنسبه للصوت تبارك الله كبير كيف ما كتشوفوا، وفيه بزاف ديال الفروع، فيه الخياطه، فيه الدروس ديال الدعم، فيه الروض، فيه اللغات، فيه الانفورماتيك، فيه هذا الطبخ، وفيه لاباتيسري، فيه كيف ما كتشوفوا كزعما كيف ما قلت لكم بزاف ديال الشعب اللي تقدروا تقراو فيهم. وبالنسبه للفريق زعما ديال السن، راه ما عندهمش مشكله المات في السن كيف ما كتشوفوا. هذا هو الفرع اللي غادي ندير انا ان شاء الله، اولا هذه هي الشعبه اللي غادي ندير، هي ديال الطبخ. بغيت الطبخ مغربي والطبخ عالمي، وكذلك هذه الشعبه هذه باش زوينه كل اوكازيون كيف ما قلت لكم كدير لكم شي حاجه. مثلا كدير لكم طبخ مغربي، مثلا في الاعياد كدير لكم حلويات، في راس العام كدير لكم هذا الحلويه كديال لي كريم وداكشي. المهم كلشي بالتفاصيل ان شاء الله غادي تعرفوه الا جيتوا للمركز. بالنسبه للتسجيل البنات راه بدا، انا ما عرفتش في الاول، يلا في راسي الخبر، وداكشي علاش دغيا مشيت قضيت ورقي ودفعت اليوم هنا في هذا المركز هذا. كيف ما قلت لكم خديت المعلومات بحال قلتو البارح، واليوم مشيت باش دفعت الوريقات ديالي وحطيت كاع المسائل ديالي اللي خاصني. انا كيف ما كتشوفوا كيصيفطوك هذه المكتبه، هذه كتلقاو فيها واحد الدوسي مجموع، راه كاين حدا هذاك المركز نيت، راني صورته لكم باش تشوفوه، ها هو راه باين في امسرنات. صافي بالنسبه للتسجيل في الاول كتخلصوا 4400، وصافي العام كتبقاو تخلصوا كل شهر 100 درهم اولا كيف ما قلت لكم، زائد داك الكونسوماسيون ديال الحاجات اللي كطيبوا، واصلا ما كتفوتش كاع 20 درهم، يعني صراحه رخيصه وجاتني جد مناسبه. واهم حاجه البنات كتشدوا الدبلوم ديالكم، راه ديال الدوله البنات ماشي بسبب ماشي عاديه، والناس اللي كيقراو فيها ناس اللي اكفاء ودي تريتور اللي معروفين على صعيد المغرب. بغيت نشكر واحد الاستاذه اللي كاينه هي اللي كتستقبلكم تما، الاستاذه لطيفه ما شاء الله على التعامل ديالها، تعامل جدا رائع، كتعطيكم جميع المعلومات وكتعطيكم الخاطر وحده بوحده البنات. اي سؤال بغيتو كتمشيو تسولوها على الرسول، يعني تجاوبكم، واصلا ما شاء الله عليها راه مقبوله بلا ما نشكرها انا. انا كيف ما كتشوفوا صيدليه العزيب راه شرحت لكم هنا كيف ما كتشوفوا في الفيديو، راه اونفاس معاها الشانطي ديالها. هانتوما كيف ما كتشوفوا هنا كاين داك السبيطار الصغير ديال العزيب، وهنا راه تيهبطكم للسوق لحد، كنظن البنات راه البلاصه باينه واضحه. وهذه هي المكتبه فين خديت الدوسي. بالنسبه للدوسي شريتو غير ب 20 درهم البنات، فيه تنبر، فيه واحد ورقه الغياب، وبزاف ديال الحويجات اللي تتمشيو غادي يقولهم لكم ان شاء الله. هنا بغيت نشارك معكم هاد الكوليا اللي وصلتني دابا، من جاتني من فاس، خديتها كيف ما كتشوفوا، راه كنظن كلشي كيعرفهم هادو دوك المبيخرات اللي دايرين ضجه حاليا، كلشي دابا تياخذهم، وكانوا محمقيني وانا نقول اكيد خصني ناخذهم حتى انا. خديتهم للصاله هكذا، خديت هادي كتجي فيها جوج ديال لي بونبوير، وحده كبيره اللي كديروا فيها البخور، ولا تقدروا تقدموا فيها اي حاجه بغيتوا. بالنسبه للثمن ديالهم البنات خديتهم ب 5000 ريال 250 درهم. غادي نخلي لكم معلومات ديال السيد اللي كيديرهم. بالنسبه لهذو البنات راه الزاج ديالهم كريستال، وفيهم هذوك بالنحاس، النحاس الحقيقي يعني ماشي دوك اللي كيكحلوا، صافي ماشي اللي كيتصدوا، اما النحاس راه كيكحل، غير كتحكي عاوتاني بالرمله ولا بالرماد راه كيرجع ثاني كيلمع. صافي نشوفوا كيفاش كيجيو تانشعلهم ان شاء الله، وشارك معكم زعما كيفاش دايرين بالضبط، حيت دابا فاش كندير المونتاج لقيت راسي ما صورتش لكم كلشي، انا فقط كنصور معكم اولا كنوريكم هكذا تشوفوا كيفاش دايرين وقداش الحجم ديالهم. تبارك الله راه كبير البنات، ماشي كيف ما كيبان في الصوره، وحتى في الفيديو دابا راه كيبانوا صغار، ولكن راه في الحقيقه راه كبارين وزوينين، وحتى الجوده ديالهم زوينه بزاف.
على البنات، غادي نشارك معكم السيد مول البال اللي قلت لكم كيبيع كل ما يتعلق هكذا بحوايج السبور، وكيجيب حتى الجينات. هنا كيف ما كتشوفوا خرج من حدا الباب، ها انتم ماك ماك كتبان قدامكم. كتمشيو ديريكتومون، ها انتم كتدوزوا من هنايا، راه اون فاس مع الجهه اللي كتوصلكم لماك ماك، راه اون فاس مع يعني الباب اللي كيشوف في ماك ماك. هنا راه كاينين طاكسيات ديال الانسكان والاخرين، كتكملوا نيشان حتى الباب. راه نتوما كيبان لكم الجامع هكا ديال سيدي يوسف، قبل منه راه كاين الباب. راه ما غاديش نقطع الفيديو، غادي نخليه هكا باش تشوفوه معايا. هانتوما هذا هو المدخل رقم واحد، هو اللي تدخلوا منه كيف ما قلت لكم. تدخلوا مع هاد الزنقه هادي ديالو الاولى، كتبقاو غاديين معاها نيشان، ما كدوروا لا هكا لا هكا حتى كتوصلوا للمحل 153. بالنسبه للبنات اللي تيمشيو فوق الغدار، هادشي يكون السيد يعني تيمشي تغدى في دارو اولا كيكون ناعس. هنا كيف ما كتشوفوا هذا هو المحل، ها هي الرقم 153 سميتو اسماعيل. هنا لقيتو انايا مازال ما فتحش، سنيت شويه وهو يفتح صافي. انا نشارك معكم هكذا الحويجات اللي كاينين كيف ما قلت لكم اليوم وأولاد الأسبوع كامل دير 20 درهم. أي حاجة بغيتو دايره بالثمن ديالها 20 درهم. أنا أصلا مشيت على وديت بحال هاد الدونيات هادو اللي كيكونو هكذا كيجمعو الكريشة وكيجمعو الصدر، كيعجبوني في اللبسات ديالهم. خديتهم، خديت راه نوريكم في الآخر الفيديو شحال واحد خديت. ديما كناخدهم عندو، يعني كناخد واحد 5 ولا 6 وكنبقى نبدل بيهم صافي، عاوتاني تا كيطلعو ليا في الراس وتا كنمشي تاني كنجيب الآخرين. مهم نخليكم تشوفوا الفيديو كاع شنو حاط وشنو شنو الجديد اللي جايب. بالنسبه للكليات البنات الجدادين مازال ما غاديش يتحطوا حتى لفانت الشهر ان شاء الله. اكيد غادي نشارك معكم فاش غادي يجيبهم، غادي نقول لكم باش تمشيو تشوفوا عاوتاني الحويجات الجداد اللي غادي يجيب. غادي يجيب شي حاجه اللي واعره واعره بزاف. ومهم في الاخر الفيديو راه في المحل اللي صورت لكم القبيات اللي تيبغيو هكا قبيات على وجهه البارد وكل شيء دايرين 80 درهم، وكاينين شي وحدين اخرين دايرين 120 درهم. وكذلك كاين عنده حتى السراول ديال الجين ديال الرجال باقي مقيد. راه حاولت نصور لكم شويه شويه من كل شيء. اصلا حتى المحل تبارك الله كان عابر، وبغيت نقدم شكر خاص لكاع البنات اللي تلاقيت معاهم اليوم كاين عنده وداروا الثقه فيا وجاوا تقداو ما شاء الله. كيف ما قلت لكم البنات انا راه ماشي اشهار ما حتى شي حاجه. اصلا السيده انا فاش صورت ليه قسما بالله ما عارف كاع واش صورت، تصدم كاع اللي جات كتقول لي بغيت راه صيفطتنا غزاله، صيفطتنا غزاله. السيد صدم تيقول لهم شكون هاد غزاله؟ توروا الفيديو ديالي ويقولوا هاد السيده هادي والله الا الله يرحم ليها الوالدين شحال واحد جا عندي من طرفها. حتى انا كنقول ليه شكرا اخويا اسماعيل والله يسر لك انت، السيد كيستحق الاشهار والله يعمر الهضر والتعامل ديالو زوين بزاف. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني واش كاين تقياس، ممكن تقيسوا. كذلك حتى الا ما جاتكمش شي حاجه قدكم كتمشيو حتى للدار وكتعاودوا تبدلوا، راه تيبدل لكم الحوايج يعني واخا ما جاوش قدكم راه تيبدل لكم. المهم البنات نوريكم دابا شنو خديت. ما خديتش شي حاجه كثيره، خديت غير الدونيات كيف ما قلت لكم، وخديت جوج ديال الكولونات. المهم غنحل كل واحد نحطو لكم هنا باش تشوفوا، حيت عندي غير ليد يعني تنصور بها ما نقدرش نسرح لكم بهم بجوجهم. خديت هذا اول واحد البنات، هذا واعر
عرفتوا التوب هما التوب كامل راه إلاستيك البنات. شوفوا لي الكاليتي التوب ديالو كيفاش دايره، واعر في اللبسه، كيجمع لكم الكرش، يجمع لكم الصدر، كيجمع لكم كل شيء. وفي هاد لابارتي هادي ديال الصدر هانتوما راه كتشوفوا فيه شي لعيبات هكا حرشين، هنا مزير بزاف، وهنا راه عادي. كاين كذلك هاد هاد النواغ هذا، هاد راه كلهم دي مارك لي معروفين البنات. سمحوا لي راه كنصور بواحد اليد. كاين هذا اللي كيجي بحال هكا، شوفوا ليا هانتوما كيجي من هنايا مكروز، والداخل راه فيه داك السوتان ديالو تقريبا بحال دوك اللي كنشري من ديكاتلون اللي كنت وريت لكم بحالهم. هانتوما راه مدوبل باللور، وهنا في الظهر ديالو شوفوا كيفاش كيجي. خديت كذلك هاد هاد اللون، حتى هو زوين. حاولوا تاخذوا المقاس ديالكم، نقصوا منه واحد الدرجه، يعني الا كنتو كتلبسوا دوبل اكس ال خذوا الاكس ال، كنتو العكس عاوتاني خذوا قل من هذا باش يلا يجيكم زعما باش يجيكم زوين. هانتو خديت كذلك هاد اللون، هذا البنات راه مدوبل لتحت. هانتوما شتو كيكون فيه في الداخل زوين، عرفتي قيسهم جوني هما هادوك. خديت هاد السيكليزم هذا اللي بغيتو لاصال، حتى هو جا زوين في اللبسه ديالو. وكيف ما شتو البنات راه كلشي هادشي اللي وريت لكم ب 20 درهم، اي حاجه ب 20 درهم. شوفوا هاد راه ما مطرطق لا حتى شي بلاصه، باقي مخيط نقي. وكاين هاد الكري هذا عندي خو، هذا خديته من ديكاتلون، كنت خديته ب 169 درهم، حتى هذا باقي جديد وصحيح. شوفوا لي غير الباندا كلاسيك قداش. هانتوما وصراحه نفس الطي ديالي وزوين باقي صحيح كيف ما كتشوفوا. المهم غادي نصبلهم كيف ما قلت لكم ان شاء الله، ونبدا نلبسهم لاصال.